زيادة مستوى السكر في الدم هي مشكلة زادت جداً في الفترة الأخيرة، وفي شوية أسئلة مهمة هنجاوبكم عليها في الفيديو ده. أعرف إزاي لو عندي مرض السكر؟ لو حسيت بالأعراض دي، العطش، الجوع الشديد، زيادة التبول، يبقى لازم تعمل تحليل في أقرب وقت. طب تحليل الدم بيظهر في إيه؟ لو عندك مرض السكر، تحليل الدم هيظهر تركيز الجلوكوز بالشكل ده، لو صايم هيكون أكبر من 126 ميلي جرام، لو بعد الأكل هيكون أكبر من 200 ميلي جرام. أما أكتر حاجة مميزة هي الهيموجلوبين السكري، واللي نسبته هتكون أكبر من 7%. طب إزاي مرض السكر بيحصل؟ مرض السكر بيحصل بطريقتين، إما البنكرياس مش قادر يفرز إنسولين كفاية، وده بنسميه النوع الأول، أو أنسجة الجسم مش قادرة تستخدم الإنسولين، وده بنسميه النوع الثاني. طب إيه الفرق؟ النوع الأول غالباً بيجي في سن صغيرة وبيسبب فقدان في الوزن، وبيكون من أسبابه زيادة الأجسام المضادة للإنسولين. أما النوع الثاني فبيجي للسن الكبير وبيكون من أسبابه السمنة أو زيادة الكورتيزون، وأحياناً بيجي مع الحمل. طب وهو إزاي الإنسولين بيشتغل؟ الإنسولين بيمنع الجلوكوز الزايد في الدم وبيسهل دخوله للخلايا، وله وظائف تانية في تنظيم تكسير البروتين والدهون والكربوهيدرات. طيب لو المرض ما تعالجش، إيه هي مضاعفاته؟ ممكن تقل درجة حامضية الدم وتدخل في غيبوبة، وممكن تحصل مشاكل في الشبكية توصل لدرجة العمى، ممكن تحصل مشاكل في الكلى والأعصاب الطرفية. طيب إيه هي العوامل اللي بتزود خطر الإصابة بمرض السكر؟ السمنة، قلة النشاط البدني، زيادة الكوليسترول، زيادة ضغط الدم. إزاي أمنع المرض ده إنه يجي في الأساس؟ لازم تحافظ على التغذية الصحية، النشاط البدني، وتتخلص من الوزن الزايد أول بأول. ضروري جداً نعرف المعلومات دي علشان صحتنا وصحة أولادنا.